السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى سنعود بعد فترة توقف طويلة بشرح الـ EIGRP. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فيديو معانا، أول محاضرة دي هنغطي فيها الـ EIGRP كناحية نظرية، وإن شاء الله في الفيديو الثاني والثالث والرابع هنحل ثلاث لابات بثلاث مستويات، الـ Basic Configuration، اللاب اللي هو في المحاضرة رقم تقريبا 49 او 50، انا مش متذكر بالظبط، واللاب اللي بعده هيكون الانترميديت كونفيجريشن، واللاب الثالث هيكون الايه الادفانسد، زي ما احنا طبعا عملنا في روش بي اف والريب، هنعمل مع الايه مع الاي اي جي ار بي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. في المحاضره دي هنتكلم عن اربع اجزاء، او عندي اربع محاور هلعب عليهم في المحاضره دي. اول حاجه get to know what EIGRP can do. ال EIGRP الخصائص بتاعته، الفيتشرز بتاعته اللي خلت ليه وجود قوي ما بين الدايناميك راوتينج بروتوكولز. تاني حاجه هنتكلم عن التابلز بتاعت الاي اي جي ار بي اللي بتتبني داخل كل راوتر داخل في سيستم اي اي جي ار بي. يعني اما يكون عندي راوتر داخل في الاي اي جي ار بي بيكون ليه 3 مين تيبل، عنده ثلاث جداول رئيسيه، ايه هي التابلز دي. وكذلك هناخد الكونسبتس بتاعت الاي اي جي ار بي، مثلا السكسسور، الفيزبل سكسسور، الفيزبل ديستنس، الادفرتايز ديستنس، القصه دي كلها ان شاء الله باذن الله هنتناولها في ده المحور، هيكون المحور الثاني. المحور الثالث عندي بتكلم بقى ببساطه، بعد ما اتكلمنا عن التيبلز والكونسبتس والقصه دي كلها، هنتكلم عن لو انا عندي تو راوترز متصلين with an EIGRP routing protocol بيقوموا الكونكشن ما بينهم ازاي. طبعا زي ما خدنا ده في الاوس بي اف، هناخد مثيله في الايه في الاي اي جي ار بي. في الاوس بي اف مثلا كنا اتكلمنا الراوتر بالراوترات بتبعت لبعض هلو، كل راوتر بتشيك الهلو الانترفلز او الفيت الايتمز في الهلو، زي الهلو تايمر، الدي تايمر، كل راوتر بيتشيك مثلا الراوتر اي دي بتاع الراوتر اللي قصاده، وبعد كده بيحددوا مين الماستر والسليف، ثم الماستر بيبعت داتابيز ديسكريبشن او داتابيز ديسكريبشن، ثم الراوتر الثاني يبعت برضه ايه داتابيز ديسكريبشن، والقصه دي كلها ده في الاو اس بي اف. هناخد مثيله بقى في الايه في الاي اي جي ار بي. رابع حاجه هناخد المتريك بتاعت الايه الاي اي جي ار بي. يعني احنا في الاو اس بي اف والريب قلنا مثلا الريب بيعتمد، يعني الراوتر مثلا لو قصاده تو ديستنيشن نتورك مثلا، مثلا انا عندي هنا اهو، ادي مثلا عندي راوتر 1 قصاده طريق 1 وطريق 2، هياخد انهي واحد ما بينهم؟ طبعا ده بيختلف الحساب المسار الافضل، حساب المسار الافضل ده بيختلف من راوتنج بروتوكول لراوتنج بروتوكول اخر. فالريب بيقول لك انا هعتمد على النمبر اوف هابس، مثلا راوتر 1 يقول انا هختار المسار اللي فيه عدد راوترات اقل، اللي هو المسار اللي تحت. الاس بي اف يقول لك لا، انا هختار بناء على الكوست، والكوست هي عباره عن 100 على الباندوتس ان ميجا بت بير سكند. الاي جي ار بي بقى بيحسب افضل مسار بناء على ايه. طبعا المعادله بتاعته قاسيه شويه، ولكن احنا هنبسطها، وهتبقى حسبه الاي جي ار بي مترك بالنسبه لك ان شاء الله تكون بسيطه وسهله، ما فيهاش اي تعقيد. ما بيسالكش عن اي جي ار بي في الامتحان، يعني انا واثق الامتحان 220 225 مش هيسالك عن حسابات المترك، لان في الامتحان ما فيش كالكوليتر معاك، اتس نوت الاود، تمام. لكن في الانترفيوهات بيسالوا كتير عن القصه بتاعت الايه المتريك بتاعت الاي جي ار بي، خصوصا لما تيجي تقدم على في وظيفه مثلا ك في السيرفيس بروفايدر مثلا او الكلام ده، بيسال كتير عن المتريك بتاعت الايه الاي جي ار بي. ده مثلا ما بيسال برضو على الاتريبيوشنز الاتريبيوتس بتاعت الايه البي جي بي والقصه دي كلها. فاحنا برضو هنتناول الجزئيه بتاعت الايه المتريك كمحور رابع عندي، ونقفل الايه المحاضره على كده. فاحنا كده لمينا الجوانب النظريه بتاعت الايه الاي اي جي ار بي. طيب كلام جميل. بص يا سيدي، الاي اي جي ار بي بعض الكتب او بعض المراجع تقول لك ان ده زي ما احنا اتكلمنا في كم يعني محاضره سابقه عن الديستانس فيكتور واللينك ستيت راوتنج بروتوكولز، فاكرينهم؟ احنا قلنا ان الاي اي جي ار بي بيوصلنا في كديستانس فيكتور راوتنج بروتوكول، والفرق ما بين الديستانس فيكتور واللينك ستيت هو ايه؟ هو ان انا لو عندي مثلا تقسيمه راوترات عامله بالشكل ده، انا عندي راوتر 1 طالع على راوتر كده، راوتر كده، اها راوتر كده، و الراوترات دي برضو طالعه مثلا كده، وده مثلا طالع على راوتر هنا كده، وبعدين انا عندي كل الراوترات دي بترمي على راوتر كبير كده ومتصل بنتورك، ما هو دي نتورك 1. راوتر 1
في طريق وصوله الى نتورك 1، اذ كان انا مسطب ما بين الراوترات دي كلها راوتنج بروتوكول لينك ستيت، فان راوتر 1 كعضو من الممبرز الموجودين قصادي هيكون عارف كل الطرق اللي تؤدي به الى نتورك 1. كل الطرق، ايوه كل الطرق، تمام، كل الباثس والمسارات، المسار ده بيخزنه، المسار ده بيخزنه، المسار ده بيخزنه، المسار ده بيخزنه، تمام. آه ممكن يعني مثلا ممكن ايه المسار ده اللي هو كده يعني، لا لا ده في حالة لو في لينك كده المسار ده معايا. anyway فده لو لينك ستيت، اما لو ديستانس فيكتور فراوتر 1 بيخزن ايه افضل مسار فقط، تمام. طب لو انا عندي مثلا قال لك ان افضل مسار هو الاب او الابر باث، ولو ده فيلد، تمام، الكونكشن لينك اللي ما بين ده مثلا راوتر 1 وراوتر 2 مثلا فيلد، راوتر 1 هيعمل ايه؟ ما هو مش مخزن لافضل مسار، هيعمل كالكوليشنز وهيبعت باكتس ويستلم باكتس ونيجوشيشنز مع الراوترات التانية عشان يدوق يشوف مسار بديل للمسار الابر، تمام. فهيعمل حسبته من اول وجديد، واضح كده، عشان يختار افضل مسار من المسارين الموجودين قصاده، تمام. فده طبعا هياخد ديلي اوف تايم، هياخد او هياخد ديلي او تايم اوف كونفرجنس. يعني هنا بيقول لك ان اللينك ستيت لو الراوترات شغاله لينك ستيت، فانا لينك عندي لو وقع الكونفرجنس اللي هو التايم او الوقت اللي بيمر ما بين فقدان الراوتر لمساره الاساسي وما بين عودته للاعتماد على مسار بديل، في اللينك ستيت اقل بكتير التايم، تمام، اقل بكتير من لو حصل في ديستانس فيكتور. لو انا الراوترات دي شغاله ديستانس فيكتور وراوتر فقد مساره الاساسي، فعقبال ما يشوف مسار بديل ويعتمد عليه ويبعت عليه الباكيتس هياخد تايم اعلى من اللي هو لو كان شغال لينك ستيت، واضح كده. ده ايه، بنراجع مراجعه سريعه على الفرق بين الديستانس فيكتور واللينك ستيت. طب كلام جميل. الاي اي جي ار بي بعض الريسورسز بتصنفه على انه ديستانس فيكتور، تمام، ولكن في ريسورسز اخرى وفي مراجع اخرى بتصنف لك الاي اي جي ار بي از ان هايبريد راوتنج بروتوكول. يعني ايه هايبريد؟ هايبريد يعني هجين. يعني ايه هجين؟ مختلط، يعني من الاخر بيجمع ما بين مزايا الديستانس فيكتور ويجمع ما بين مزايا اللينك ستيت. عظيم. طب هتقول لي يا باشمهندس منين كنت بتقول ان بعض المراجع بتقول ان هي ديستانس فيكتور، تمام، ومنين بتقول ان بعض المراجع الاخرى بتقول ان هو هايبريد؟ هو ان رياليتي هو هايبريد. ليه السبب؟ لان الاي اي جي ار بي بيحسب افضل مسار اوريدي ويخزنه، تمام كده ديستانس فيكتور، ولكن كذلك عنده امكانيه او شرط كونديشن، لو بقت ترو الكونديشن دي، لو ترو لو حصلت يخزن مسار بديل، يعني كده يخزن مسارين او مسار تاني او تالت او رابع، ممكن يخزن مسار بديل، ثلاث مسارات بديلة للمسار الاساسي بتاعه، ممكن يخزن اربعة، ممكن يخزن واحد بس، ممكن يخزن خمسة، ممكن يخزن اي عدد ممكن. فهنا بيعتمد على ايه برضه بنقول ان هو ايه يشتغل لينك ستيت، يعني هو كده بيجمع برضه، دي خاصية موجودة في اللينك ستيت. فتاني نعيد تاني، الاي اي جي ار بي ليه بنصنفه كهايبريد؟ لان الاي اي جي ار بي، وهنا ممكن يجي لك في انترفيو يقول لك انا ليه بسميه هايبرد، تقول له عشان هو بيضيف في كونديشن لو حصلت، وده انا هشرحها في المحاضره دي، كونديشن لو حصلت بقت ترو ممكن يضيف مسارات بديله للمسار الاساسي بتاعه. يعني طب الكونديشن دي لو فولس، الاي اي جي ار بي هيسيف المسار الاساسي بتاعه بس، مش هيسيف المسارات البديله، تمام. فده كونديشن بقى، فايه الكونديشن؟ هو ان شاء الله قدام ايه هنحكي فيه، ولكن انا اللي عايز اثبته في دماغك اللي هو هايبريد. طيب الاي اتش ار بي بيسبورت السمرايزيشن والسي اي دي ار، هتقول لي طب ما الاو اس بي اف برضه بيسبورت السمرايزيشن والسي اي دي ار، الاي اس بي اف بيسبورت دول برضه، تمام، لكن في مشكله، الاو اس بي اف ما ينفعش تعمل سمرايزيشن الا ما بين ايه، فاكرين، الا ما بين مثلا اريا واريا، مثلا اريا 0 وهي وعندي هنا اريا 1، فانا عندي مجموعه نتوركس متوصله على راوتر هنا، عشان تتعرف النتوركس دي تنتقل بمعرفتها الى الراوترز اللي على اريا 1 او الاذر اريا، فانا اقدر اعمل سمرايزيشن عند الاي بي ار الاريا بوردر راوتر. لكن الاي جي ار بي بيتميز في الحته دي على الاو اس بي اف بايه؟ بان مفيش حاجه في الاي جي ار بي اسمها ارياس، واضح كده؟ فانا ممكن اعمل السمرايزيشن ما بين كل راوتر وراوتر، يعني ممكن اعمل راوتر 1 وراوتر 2، تمام، راوتر 1 عنده شويه نتوركس متوصله عليه، عايزه ايه افعل السمرايزيشن، ممكن افعل السمرايزيشن ما بين كل راوتر وراوتر، ويتم السمرايزيشن ده بير انترفيس، يعني مش على الراوتر كله، لو الراوتر ده متصل من الاخر ب
ثلاث راوترات مثلا بالشكل اللي قصادي ده. فانا عشان اعمل السمرايزيشن ده بيتم بين انترفيس، يعني انا ممكن اقول للراوتر سمرايز النتوركس اللي عندك للراوتر 2 فقط، ممكن اقول له لا اعملها الراوتر 2 و3 فقط والراوتر 4 نوت، ما تعملش سمرايزيشن للراوتر 4، او ممكن اقول له اعمل سمرايزيشن على كل الايه الراوترات المتصل عليها ان اي اي جي ار بي اوتونوم سيستم او سيستم، تمام. وده اني افعل، خلي بالك، السمرايزيشن بير اول انترفيسز لو انا عايزه ايه على كل الانترفيسز. طب انا فاللي انا عايز اتك عليه قوي ايه، ان السمرايزيشن في الاي اي جي ار بي بيتم بير انترفيس. طب كلام جميل. بيسبورت الايكوال والان ايكوال لود بالانسنج. ايه الايكوال لود بالانس والان ايكوال لود بالانس؟ من الاخر هو قدره الراوتر على تقسيم الداتا بحيث انه يبعتها على كذا مسار، تمام. فانا لو عندي راوتر 1 طالع على راوترات بالشكل ده، ممكن اعمل ده في الراوترات، ده في الراوتنج بروتوكول زي الريب والاوس بي اف والاي اتش ار بي. لو انا عندي الباكت دي، تمام، او الستريم او السيشن دي رايحه للديستنيشن نتورك، وراوتر 1 اكتشف ان الثلاث مسارات اللي يقدر يروح بيها للديستنيشن نتورك كلهم متساويين في المتريك، يعني لو ريب متساويين في النمبر اوف هابس، لو الاو اس بي اف متساويين في الكوست، لو الاي جي بي متساويين في الايه الايكويشن بتاعت المتريك اللي احنا هناخدها ان شاء الله في اخر المحاضره، لو لقى ان هم متساويين، الثلاث مسارات متساويين، بيعمل تقسيم متساوي للسيشن او الباكتس اللي في السيشن دي على الثلاث مسارات، فيبعت باكت هنا 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 وهكذا، تمام. طيب ماذا لو عندي مثلا او الثلاث مسارات دول غير متساويين في المتريك؟ هنا الراوتر هيروح عن طريق افضل مسار، ده لو شغال ريب او او اس بي اف. اما لو شغال اي اي جي ار بي، انا ممكن اخليه يعمل ان ايكوال لود بالانس. فاللي عايزك تعرفه ان الريب والاو اس بي اف ما بيش بي سبورت، مش بيعمل سبورت للان ايكوال لود بالانس، ولكن ايكوال لود بالانس بي سبورت. لكن الاي جي ار بي الايكوال والان ايكوال، يعني انا لو عندي المسارات غير متساويه فانا اقدر اعمل توزيع للاحمال غير متساوي او توزيع متناسب للاحمال. ممكن مثلا ابعت واحد الى اتنين الى تلاتة، من الاخر كل ستة باكت واحد تروح كده اتنين كده تلاتة كده، واحد كده اتنين كده تلاتة كده. ده في الاوس بي اف، في الاي اجر بي ممكن اعمله غير متوفر. الميزة دي مش متوفرة في الاوس بي اف ولا في الريب، خلي بالك. طيب بيشتغل على الديفيوجن ابديت الجوريزم اعتقد، يعني الديفيوجن الدول الجوريثم دي، يعني اي جي بي بيشتغل زي ما احنا الاو اس بي اف مثلا بيشتغل على الجوريثم الاس بي اف، تمام كده، اللي هو شورتست باث فيرست او شورتست باث فورورد. الاي جي بي بيشتغل على الدول الجوريثم، انا مش متذكر بالظبط ايه الاختصار بتاعه، اكيد مش هسالك عنه يعني، بس هو اختصار لي تقريبا ديفيوجن ابديت الجوريثم، تمام. طيب كلام جميل. ده بعض الايه التريكس اللي انا عايزك تعرفها في الاي اي جي ار بي. مفيش كلام اقدر اقوله فوق كده كمقدمه للاي جي ار بي. في حاجه كمان، الاي اي جي ار بي ده سيسكو بروبرايتري بروتوكول. يعني ايه سيسكو بروبرايتري بروتوكول؟ يعني من الاخر بروتوكول لا ينفذ الا ما بين راوترات سيسكو، يعني من الاخر مش اوبن ستاندرد. الريد بول او اس بي اف دول اوبن ستاندرد، يعني انت ممكن مثلا توصل راوترين سيسكو مع دي لينك مثلا وتفعل ما بينهم الايه الاو اس بي اف او الريب، لان دول اوبن ستاندرد اي تريبل اي ستاندرد بروتوكولز. اما الاي جي بي لا، خاص لسيسكو فقط، تمام كده. يعني انا الاي جي بي امتى انفذه؟ لو انا عندي كل الراوترات اللي في السايتس بتاعتي كلها سيسكو، اقدر انفذ الايه الاي اي جي ار بي. عظيم جدا الايه الكلام ده. طيب التيبلز والكونسبتس بتاعت الايه الاي اي جي ار بي. بصوا يا شباب، انا هفترض مثال بسيط جدا. لو انا عندي راوتر، تمام، متصل براوتر، وهنا راوتر، اوكي، وعندنا راوتر ده رايح على راوتر كده، ده رايح كده، ده رايح كده، اوكي، وفي مثلا كده، تمام، والراوترين الاخر دول متصلين على راوتر، والراوتر ده متصل على نتورك 1 مثلا، تمام. طيب كلام جميل. هفترض ان انا عندي راوتر 1 في ده راوتر 2 ده راوتر 3 ده راوتر 4 ده، تعالوا نفتح الوات شيت، ده راوتر R5 R6 ده R7. طيب كلام جميل. هفترض ان راوتر 1 يقدر، لو انا سألتك سؤال، هو راوتر 1 يقدر يروح لنتورك 1 عن طريق كم مسار؟
ده مسار اللي هو ثرو راوتر 2، وفي مسار تاني ثرو راوتر 3، تمام؟ وخلي بالك ان المسار ثرو راوتر 3 ممكن منقسم الى مسارين، تمام؟ يعني انت عندك ادي مسار، ادي مسار يقدر يروحه كده، تمام؟ وايه؟ وفي مسار يقدر يروحه عن طريق راوتر 3 كده، صح ولا لا؟ فانا كده عندي مسارين، فانا كده عندي اثنين وايه وثلاثه، ده عن طريق ايه؟ يعني عن طريق R2 R2 وفي R3، تقريبا كمان ده في R2 ممكن يروح برضه عن طريق مسار برضه، يعني انا كده عندي اربع مسارات لحد دلوقتي، يعني ممكن يروح ل R2 عن طريق R5 كده، او ممكن يروح عن طريق من R2 لايه؟ ل R6، صح ولا لا؟ ينزل من R2 ل R6، يعني انا يعني انا عايزك تحسب افضل انا عندي كام مسار ممكن يروحوا لايه؟ نتورك 1. طيب وفي عن طريق برضو R4 في عنده برضو كام مسار؟ انا عن طريق R4 انا عندي برضو ايه تقريبا كده مسار رقم 5 ومسار رقم 6، يعني الراجل الطيب ده عنده للديستنيشن نتورك 6 باثس، تمام؟ طيب حلو، اول جدول بيبنيه الراوتر هو النيبر تيبل. ايه هو النيبر تيبل؟ الجدول اللي عليه اي بي هات الراوترات المتصله عليه مباشره، يعني راوتر 1 داخل ان كونتاكت ان اي اي جي ار بي وذ راوتر 2 راوتر 3 راوتر 4 راوتر 5 و6 و7، مين الراوترات اللي هي يعتبروا النيبرز الراوتر 1 متصلين عليه مباشره؟ هو راوتر 2 و3 و4، صح ولا لا؟ فالنيبر تيبل، تمام، راوتر 1 هنا هيعمل ايه؟ هيقول ان انا مثلا عندي ادي النيبر وادي الراوتر واكس دي الايه الانترفال رقم الراوتر، تمام؟ هو مفترض يحط بدل رقم راوتر الاي بي، فانا عندي مثلا نيبر 1 عندي مين في نيبر 1 راوتر 2، طيب ونيبر 2 عندي مين؟ عندي راوتر 3، تمام؟ ونيبر 3 مين؟ عندي راوتر 4، صح ولا لا؟ فهنا الراوتر بيحط الايه العناوين، خلي بالك هنا ما بين يعني بدل الار 2 والار 3 والار 4، هنا الراوتر 1 بيحط في النيبر تيبل الايه الاي بي هات، يعني هو بيقول لك انا متصل بالنيبر اللي هو 10.0.0 دوت كذا، وده 10.0.0 دوت كذا، ده 10.0.0 دوت كذا، تمام؟ فهو بيحط الاي بي هات، ده النيبر تيبل، الجدول النيبر تيبل، الجدول اللي بيحط فيه ار 1 عناوين الراوترات المتصله عليه مباشره اللي بتؤدي به الى نتورك مين؟ نتورك 1. عظيم. طيب ثم بيبني حاجة اسمها التوبولوجي تيبل، تمام؟ والتوبولوجي تيبل بيحط فيها المسارات افضل مسار وتاني افضل مسار ان تحقق شرط وجوده، تاني بيحط فيه افضل مسار راوتر 1 بيحط فيه افضل مسار وتاني افضل مسار ان تحقق شرط وجوده. عظيم. طيب افترض ان راوتر 1 اختار راوتر 2 وراوتر 5 وراوتر 7 عشان يوصل لايه، وراوتر 7 عشان يوصل للايه للديستنيشن نتورك، واعتبر دول افضل مسار عنده، تمام؟ حلو. طيب ده مثلا هقول ان ده النمبر اوف باث، نمبر اوف باث، تمام؟ وده الايه الباث، فهيقول لك ايه؟ قال لك ان انا المسار الاولاني وهنعمل عليه كده علامة استريك ان ده افضل مسار عندي اللي اروح بيه لنتورك 1، خلي بالك ده بيبني الثلاث جداول لكل شبكة، خلي بالك خلي بالكم بيبني الثلاث جداول لكل شبكة. طيب عدا طبعا الجدول الاخير يعني الراوتنج تيبل ده بيخلص فيه الايه، طبعا لما نخش في الراوتنج تيبل هنفهم القصة ازاي. المهم فهو بيحط هنا ايه مثلا المسار الاولاني وهو افضل مسار، بيقول ان انا هروح ثرو R2 لR5 لإيه؟ لR7. عظيم؟ عظيم جدا. طيب بالمناسبة بالمناسبة هو بيقول لك إن أنا أقدر أروح لأفضل مسار عن طريق بيقول لك النكست هاب إيه؟ يعني هو بيقول لك R1 يعني إيه اللي بديل للR2 تو R5 تو R7 في الجدول حقيقة، يعني هو بيقول لك إن أنا هقدر أروح عن طريق الأي بي الفلاني. عظيم. الايه الاي بي الفلاني تروح على R2 يقول لك ان انا برضو اقدر اروح للايه هنا، يعني انت خلي بالك هتقول لي يا باشمهندس بعد اذنك راوتر 1 هيقول ان هو يقدر يروح للنتورك 1 دي عن طريق الاي بي الفلاني، تمام؟ هقول لك اه حلو. هتقول لي طب ما هو لو حدد R2 كنكست هاب اي بي او الراوتر اللي هيروح عن طريقه، طب ما هو راوتر 2 يقدر يروح عن طريق راوتر 5 وراوتر 6، صح ولا لا؟ هقول لك راوتر 1 doesn't care about that، ما يهموش القصه دي، هو يهمه ان انا هرمي على مين في الاول، عشان كده بيحدد النيبرز بتوعه، النيبرز دول اللي بيمثلوا له. هسالك سؤال، راوتر 1 بالنسبه له راوتر 2 و3 و4 دول ثلاث مسارات رئيسيه، صح ولا لا؟ ملوش دعوه هل المسار عندهم بيتفرع ولا لا، هو ملوش دعوه بالقصه دي، خدت بالك؟ كلام جميل جدا. فهو هيحط ايه مثلا R2 R5 R7. عايز عظيم. طيب
وفي بقى شرط ده في التوبولوجي تيبل ده بقى. في شرط لو تحقق وده هنتكلم فيه قدام ايه هو الشرط، بس انا هفترض لو شرط تحقق ممكن يخزن مسار اضافي، فهنفترض ان ال5 مسارات التانيين تحقق لدى مثلا مسار 6 الايه الشرط ده، والشرط ده بقى فولس بالنسبه لاربعه واثنين وثلاثه وخمسه، تمام؟ فهيخزن مسار 6، تمام؟ وهيقول ان ده بالنسبه لي السكند باث، عظيم كده؟ طب عشان كده ما حطيتش عليه استريك، مثلا نحط عليه سهم، ويقول لك ان انا اقدر اروح عن طريق R4 الى R6، تمام؟ الى R5 الى R7. عظيم؟ طيب هتقول لي بناء على ايه بيختار ان واحد ده هو البيست والسته ده مثلا الباث؟ هقول لك عن طريق الايه؟ ده والسكس ده اللي هو الباك اب، هقول لك ده عن طريق المتريك. لان كل ما قيمه المتريك تقل كل ما الباس يكون ليه معيار افضليه، تمام؟ بالاختيار، تمام؟ طيب ده كلام جميل. توبولوجي تيبل، فالتوبولوجي تيبل بيخزن التلخيص، النيبور تيبل بيخزن الراوترات المتصله عليه مباشره واللي شغاله معاه اي اي جي ار بي، خلي بالك، تمام؟ التوبولوجي تيبل بيخزن عليه افضل مسار وتاني افضل مسار ان تحقق ايه؟ ان تحقق شرطه، تمام؟ طيب كلام جميل. ماذا بعد؟ الجدول الثالث اللي هو الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل اللي هو بيحط فيه افضل مسار لكل ديستنيشن نتورك عنده، يعني مثلا راوتر 1 في الراوتنج تيبل الخاص بنتورك 1 هيقول ايه؟ ان انا هقدر اروح عن طريق مسار واحد، عظيم كده؟ انا هقدر اروح عن طريق إيه؟ مسار واحد والمتريك بتاعه كذا، وهقدر اروح عن طريق نيكست اي بي هاب او نيكست هاب اي بي كذا، واضح؟ فالفرق بين التوبولوجي تيبل والراوتنج تيبل ايه؟ لان دي ممكن تتسال فيها في الانترفيو. لكن ايه الفرق ما بينهم؟ هتقول ان التوبولوجي تيبل فرقها عن الراوتنج تيبل ايه؟ الراوتنج تيبل بيخزن افضل مسار فقط، اما التوبولوجي تيبل اما انه يخزن افضل مسار او يخزن افضل مسار وتاني افضل مسار ان تحقق شرط وجود تاني افضل مسار. عظيم؟ طيب كلام جميل. ده ال3 جداول بتوع الايه اللي بيبنيهم كل راوتر داخل الايه الاي اي جي ار بي. حلو، عظيم. نرجع تاني. طيب احنا كده خدنا الريبورت تيبل، التوبولوجي تيبل، الراوتنج تيبل. هنا عندنا بقى هنا بعض الكونسبتس عايزين نفهمهم. الفيزيبل ديستانس، الادفرتايزد ديستانس، السكسسور، الفيزيبل سكسسور، الباسيف راوت، الاكتيف راوت، تمام؟ طيب قال لك يا سيدي لو انا عندي روت مثلا ار 1 متصل ب ار 2 متصل هنا ب R3 و R3 متصل ب R4، تمام؟ و R2 R4 متصلين ب راوتر، والراوتر ده متصل او الراوتر ده متصل بنتورك، عظيم. طيب هفترض ان المتريك او تكلفة وصول راوتر 1 راوتر 2 الى الشبكة اللي هي انا 1 دي، هفترض ان هي 50، وافترض ان R4 مثلا 60، ومن R3 لR4 هفترض ان هي ايه 20، يعني تكلفة الوصول الباكت مثلا من النقطة دي للنقطة دي 20، خدت بالك؟ طيب وهنا هفترض ان هي مثلا 10، وافترض ان هي هنا مثلا 70. حلو؟ طيب قال لك ايه؟ ايه هي الفيزيبل ديستانس؟ انا واقف على مين؟ راوتر 1، والفيزابل ديستانس بالنسبه للراوتر 1 هو تكلفه الوصول كمتريك، كقيمه متريك بقى، تكلفه الوصول او المتريك اللي هي من الاخر تكلفه الوصول من عند راوتر 1 لحد الديستنيشن نتورك اللي هي نتورك 1. خلي بالك اما يجي يقول لك ايه هي الفيزابل ديستانس فور نتورك 1 اون ار 1، هتقول ان هي ايه؟ تكلفه الوصول من ار 1 لايه؟ لنتورك 1. هفترض ان ار 1 افضل مسار ليه هو ثرو ايه؟ ار 2، تمام؟ هسمي ده مثلا باك بون راوتر، هو R2. فالفيزابل ديستانس كام هنا؟ تقدر تقول لي؟ خلي بالك الفيزابل ديستانس بيقول لك ايه؟ بص خلي بالك السؤال بيتم ازاي؟ كل مسار ليه فيزابل ديستانس يا شباب وادفرتايز ديستانس، حلو؟ فتعال على المسار، هو يقدر يروح عن طريق كام مسار؟ مسارين، صح ولا لا؟ فانا بقول لك المسار بتاع R2 وهو افضل مسار، تمام؟ لان المترك طبعا هنا اجمالي المترك هنا 60، لكن من تحت اجمالي المترك كام؟ اجمالي المترك 150، فهنا 60 اللي فوق ده اكيد افضل مسار، تمام؟ المترك اقل. طيب فالفيزابل ديستانس بالنسبه مثلا للمسار الاولاني كام؟
قلنا ايه تعريفه ايه اللي هو تكلفه وصول من عند الراوتر اللي انت بتحسب عنده الفيزبل ديستانس للديستنيشن نتورك. ف 50 زائد 10 هيكون كام؟ 60. عظيم. طيب الادفانس ديستانس قال لك خلي بالك، قلنا كل مسار لدى راوتر 1 بيؤدي به الى نتورك 1 بيبقى ليه خاصيه الفيزبل ديستانس والادفانس ديستانس. تمام. طيب الادفانس ديستانس بتاع المسار ال R2 بالنسبه ل R1 ايه هو؟ قال لك تكلفه الوصول للديستنيشن نتورك من من عند النيبر بتاعه مش من عنده. خدت بالك؟ يعني R1 بيقول ايه؟ ان انا المسار اللي افضل مسار عندي اللي هو ثرو R2 تمام؟ الفيزابل ديستانس بتاعته 60، والادفيرتايز ديستانس هي قيمه الوصول او تكلفه الوصول للديستنيشن نتورك دي بس مش من عندي، من عند R2 اللي هي بكام؟ ايوه اللي هي ب 50. تمام؟ طيب. حلوه قوي كده. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للمسار الاولاني. هفترض يبقى كده انا عندي فيزابل ديستانس والايه؟ والادفيرتايز ديستانس، صح كده؟ تمام. انا عندي مسارين. تمام؟ طيب يبقى المسار الاولاني قيمه الفيزابل ديستانس كام في المسار الاولاني من عند راوتر 1؟ في مسار اولاني عن طريق راوتر 2، مسار تاني عن طريق راوتر 3. الفيزابل ديستانس بتاعته 60 والايه؟ والادفيرتايز ديستانس بتاعته ايه؟ 50. طيب كلام جميل. حلو. تعالى بالمسار التاني، تقدر تقول لي المسار التاني الفيزابل ديستانس بتاعته قيمته كام؟ ها؟ ايوه الله ينور عليك، هتقول لي 150. يعني من يعني ايه بالبلدي كده؟ هتقول لي من الاخر يعني عشان راوتر 1 يروح لنتورك 1 تكلفة وصوله لهذه النتورك كام؟ 60 زائد 20 80 و70 150. حلو. الادفيرتايز ديستانس هل هتحسبها من عند R4 ولا من R3؟ قال لك لا لا، من النيبور بتاعه، صح ولا لا؟ حددتها لك، قلت لك مين النيبور بالنسبة لR1؟ هو الراوتر اللي متصل عليه مباشرة with EIGRP، تمام؟ اللي هو R3، اللي هو 20 ده 60 كام؟ 80. عظيم جدا. حلو. السكسسور راوتر 1 عنده باث 1 وباث 2. السكسسور هو البيست باث، والفيزيبل سكسسور هو سكند باث ان تحقق لديه الشرط. ايه هو الشرط؟ شرط جميل وعايز تفكير. تعال نشوف الشرط ايه. هنا هو الشرط، بيقول لك هنا ايه؟ The golden rule for a router to set its successor and feasible successor route. الشرط بيقول لك ايه؟ عشان تكون feasible successor route لازم الادفيرتايز ديستانس بتاع الفيزابل سكسسور يكون اقل من الفيزابل ديستانس بتاع السكسسور. انا مش فاهم، هتقول لي يا باشمهندس انا مش فاهم، هفهمها لك بالراحه. بيقول لك يا سيدي انت عشان ادي انا دلوقتي عندي 1 ده اكيد سكسسور، راح صح؟ ده السكسسور ده بيست باس، ما هو السكسسور هو بيست باس. طيب هنا 2 اما يكون فيزابل سكسسور او اما يكون nothing. يعني اما راوتر 1 يعتبره فيزابل سكسسور ويخزنه في التوبولوجي تيبل مع السكسسور راوت، او اما ما يعتبروش فيزابل سكسسور وهنا مش هيخزنه عنده. تمام. امتى يكون سكسسور وفيزابل، او امتى يكون فيزابل سكسسور وامتى يكون ناثينج؟ قال لك لو الادفيرتايز ديستانس بتاعه، تمام، بتاع مين؟ الادفيرتايز ديستانس بتاع المسار اللي هو الثاني، عشان اتنين ده مسار اتنين يكون فيزابل سكسسور، لازم الادفيرتايز ديستانس بتاعه هو ذا ادفيرتايز ديستانس اوف فيزابل سكسسور ماست بي ليس ذان اللي هو ال 80، المفترض تكون اقل من الايه؟ الفيزابل ديستانس بتاع ايه؟ السكسسور. هل ال 80 اقل من 60؟ لا طبعا، ال 80 اكبر من 60. هل يتحقق عند الشرط؟ لا. يبقى اتنين لا يعتبر فيزابل، لا يعتبر فيزابل سكسسور، لا يعتبر فيزابل سكسسور. ها وضحت؟ وضحت. تاني عشان مسار اتنين، انا دلوقتي بصوا يا جماعه الموضوع بسيط، احسب المسارات اللي عندك كلها تمام وخزنها بقى. تمام. عظيم جدا. فهو عن طريق المسار الاولاني قال لك ايه؟ قال لك ان فيزابل ديستانس بتاعته 60، ادفيرتايز ديستانس بتاعته 50. عظيم. طيب المسار التاني، المسار التاني الفيزيبل ديستانس بتاعته 150 والادفيرتايز ديستانس بتاعته كام؟ 80. عظيم. طب كلام جميل. ده عن طريق ايه؟ خلي بالكم السلايد اللي فاتت، الشبكه اللي عندي هنا. تمام. طب فالمسار الاولاني بما ان هو اقل مترك، قيمه المترك بتاعته كام؟ 60. لكن المترك من عند المسار اتنين كام؟ 150، فياخد
مين افضل مسار؟ رقم واحد صح؟ فبالتالي ده اعتبره سكسسور. طب مسار اتنين هل يعتبر كده اوتوماتيكلي فيزبل سكسسور؟ قال لك لا، لازم يكون شرط، لازم الادفرتايز ديستانس بتاع مسار اتنين يكون اقل من الفيزبل ديستانس بتاع مسار واحد. ها اعتقد ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي فن، واضح كده؟ طيب فهتقول لي يا باشمهندس يعني هل كده في التوبولوجي تيبل هيخزن مسار واحد بس مش هيخزن مسار اتنين؟ اقول لك ايوه، لان لم يتوفر الشرط او لم يتحقق الشرط. هتقول لي طب افرض الكابل اللي ما بين راوتر 1 و2 داون، هيعمل ايه الراوتر؟ هقول لك راوتر 1 هيبعت بقى ايه، حاجه اسمها كويري، هيسال راوتر 3 هل يا راوتر 3 انت عارف نتورك واحد؟ وراوتر 3 يقول له اه ده انا عارف نتورك واحد ومعلوماتها كذا وكذا والفيزابل ديستانس كذا والادفرتايز ديستانس كذا، تمام؟ فهنا خلي بالك ان ايه، راوتر واحد من الاخر هينيشيالايز الباث رقم 2 من الاول، هيبداها من الاول، هيبدا حساباتها من الاول. اما لو كان مخزن مسار اتنين عنده في التوبولوجي تيبل كفيزابل سكسسور، فلما يجي ينقل هينقل اوتوماتيك على مسار اتنين. يعني الكونفرجنس تايم في حاله ان مسار اتنين ده متخزن عنده كفيزابل سكسسور هيكون اقل بكتير جدا من الكونفرجنس تايم لو كان مسار اتنين مش موجود عنده، لان هو هيسال عليه. خدت بالك؟ يعني من الاخر لو اتنين دي متخزنه في التوبولوجي تيبل، مسار اتنين متخزن في التوبولوجي تيبل بتاع راوتر 1، راوتر 1 لو مسار واحد وقع هينقل اوتوماتيكلي لحظيا على مسار اتنين، اما لو مش متخزن هيكتشف مسار اتنين وهيكتشف معلوماته، لكن هيقعد يسال الاول، لان ليه؟ مش مخزنه عنده اصلا. ليه مش مخزنه عنده؟ لانه لم يتوفر الشرط، اللي هو ايه الشرط؟ ان الادفرتايز ديستانس بتاع مسار اتنين لم يكن اقل من الفيزابل ديستانس بتاع مسار واحد. عظيم. ايه هو الباسيف راوت وايه هو الاكتيف راوت؟ بالنسبه للراوتر 1، لو مسار واحد عنده مستقر، مسار ايه؟ مسار واحد عنده ايه؟ مستقر، فبيعتبر مسار واحد ده باسيف راوت. اما لو فقد التواصل، تمام؟ خلي بالك لو فقد التواصل الى نتورك 1 عن طريق مسار واحد، حلو كده؟ فهيعتبر راوتر 1 ان المسار اللي بيؤدي به الى نتورك واحد لم يعتبر يعتبر كباسيف مستقر، لا يعتبر كاكتيف. اكتيف راوت يعني ايه؟ قال لك انا من الاخر اما اشوف طريقي الى نتورك 1 باسيف، يعني انا محدد مسار عندي همشي فيه، وهو دلوقتي عندي مسار واحد. اما قال لك لو مسار او طريقي الى نتورك 1 في حاله اكتيف راوت، يعني راوتر 1 لحظيا مش عارف يوصل لشبكه واحد، وحاليا بيدور على مسار عشان يؤدي به الى نتورك 1، تمام؟ يبقى امتى اعتبر يعني راوتر 1 مساره الى نتورك 1 باسيف؟ لو هو محدد، او امتى اعتبر الراوت بتاع راوتر 1 الى نتورك 1 از باسيف؟ لو هو عارف مسار محدد والمسار ده محدد ومستقر الى نتورك 1. طب امتى يعتبر اكتيف؟ قال لك يعني راوتر 1 حاليا مش حاطط تحت ايده اي مسارات تؤدي به الى نتورك 1، وحاليا هو بيدور، هو ايه؟ بيدور. فبعتبر ان الراوت من R1 الى نتورك 1 از اكتيف. ها فطبعا الافضل حاجه بالنسبه لك ان انت تشوف المسار بتاعك ايه، او الراوت بتاعك فور نتورك 1 هي ايه، هي اكتيف، هي باسيف، صح ولا لا؟ عظيم جدا. اتمنى ان الكونسبت دي تكون اتشرحت بمنتهى البساطه وما تكونش ايه لخبطتك، تمام؟ في واحد ممكن يسالني يقول لي، ودي انا هشرحها دلوقتي، هفتح بسببها الوايت شيت. ايه هي السؤال او ايه هو السؤال؟ ممكن يقول لي يا باشمهندس ايه سبب وجود قاعده الفيزابل سكسسور دي؟ ليه لازم الادفرتايز ديستانس بتاعتها تكون اقل من الفيزابل ديستانس بتاعت ايه، بتاعت السكسسور؟ هقول لك بص، احنا هناخد مثال. لو انا عندي شبكه متصله ب راوتر كده وفي راوتر كده، تمام؟ والراوتر ده متصل براوتر كده، وده رايح كده، عظيم، وده رايح كده، تمام؟ انا عايزك تتخيل معايا، عايزك ايه تتخيل معايا؟ ادي ده راوتر 1 R2 R3 وده R4. انا عايز اقول ان مثلا افرض تكلفة الوصول من R1 للشبكة دي مثلا واحد، و R2 هنا خمسة، وهنا خمسة، هنا خمسة، مثلا هنا خمسة، تمام؟ انا عايزك تحط نفسك مكان R3 و R4، تمام؟ طيب تعالوا نحط نفسنا ايه مكان R3. لو انت مكان R3، تمام، ايه افضل مسار، كم مسار عندك ممكن تروحه؟ ممكن اروح through R4،
وار 2 وار 1، وممكن اروح ثرو ار 2 ار 1 على طول. تمام. طيب طيب السكسسور يعني انا من الاخر كده بالنسبه لار 3 انا عندي ايه؟ مسارين. حلو. ادي الفيزيبل ديستنس والادفرتايز ديستنس بالنسبه للايه، لكلا من المسارين. المسار الاولاني اللي هو عن طريق ار 2 ار 1 الفيزيبل ديستنس بتاعته كام المفترضها؟ 11. طب والادفرتايز ديستنس 6 اللي هي تكلفه الوصول من الجار بتاعه من النيبر المتصل عليه دايركتلي مباشر عليه اللي هو ار 2 5 1 6. طيب بالنسبه للمسار الثاني ممكن يروح عن طريق ار 4 ار 2 ار 1. طب الفيزيبل ديستنس بتاعه كام المفترض هنا ساعتها يكون ايه؟ 16. 5 و5 و5 15 1 16. والادفرتايز ديستنس بتاعه كام؟ الادفرتايز ديستنس بتاعه 11. طيب عظيم جدا. طيب ده بالنسبه لايه؟ لار 3. حلو. طيب هل يتم اعتبار مسار 2 في الحاله دي بالنسبه لار 3 يعتبر فيزابل سكسيسور؟ المفترض تقول لي ها لا. في حد يقول لي اه طيب يا باشمهندس هم متساويين، بس انا قلت لك خلي بالك، قلت لك عشان مسار اتنين يتم اعتباره كفيزابل سكسسور لازم الادفرتايز ديستنس بتاعه يكون اقل من الفيزابل ديستنس. الفيزابل الادفرتايز ديستنس بتاعه يكون اقل من الفيزابل ديستنس بتاع ايه؟ السكسسور. هم متساويين لكنهم، لكن الاي دي بتاع مسار اتنين مش اقل، هم متساويين فلم يحقق الشرط. عظيم. طيب بالنسبه بقى لار 4، ار 4 عنده برضو مسارين. تمام. هنحسب الاف دي بتاعته والاي والاي دي بتاعته. حلو. طيب فمن الاخر برضو هنا 11 6 لان هيروح ممكن المسار الاولاني بتاعه اللي هو عن طريق ار 2 ار 1 هيكون برضو ايه المفترض هيكون 5 و5 و1 11 والادفرتايز ديستنس بتاعه كام هيكون 5 و1 6. طيب وبرضو نفس الكلام ممكن يروح ار 4 عن طريق ار 3 صح ولا لا؟ فالحته تبادليه ما بين ار 3 وار 4 فهيكون برضو هنا 16 برضو هنا 11 نفس الحسابات. تمام. ايه سبب وجود القاعدة؟ عشان اقول لك ايه سبب وجود القاعدة تعالى نكمل السيناريو كأن القاعدة مش موجودة. حلو كده؟ يعني كأن R3 اعتبر ان مسار 2 ده فيزابل سكسسور و R4 اعتبر مسار 2 ده ايه؟ فيزابل سكسسور. تمام؟ طيب افترض ان اللينك اللي ما بين R2 و R1 از داون. في الحالة دي R3 هيقول ايه؟ هيقول ده انا المسار اللي انا معتمد عليه لنتورك 1 تمام؟ مش موجود، مش مستقر، ما بيوصلنيش لنتورك 1، فهيعمل نقل مباشر لمين؟ لمسار 2 صح ولا لا؟ with no negligible delay يعني من غير اي تفكير من غير اي تايم هينقل على الايه المسار الثاني على طول، ما هو فيزابل سكسسور بقى. تمام. ونفس الامر برضو R4 هيقول ده انا الطريق بتاعي لنتورك 1 عن طريق R2 ما بقاش بيوصلني لنتورك 1، فانا هنقل نقل مباشر لمين؟ لR3. تمام كده. اه فهنا R3 هيروح عن طريق R1 تمام، وR4 هيروح عن طريق R3. فاكرين نفسهم او في R3 فاكر R4 هيوصله نتورك 1 وفاكر او في R4 فاكر R3 هيوصله نتورك 1. ان اكشو او ان الرياليتي R3 مش هيروح مش هيعرف يروح نتورك 1 عن طريق R4 صح ولا لا؟ ولا R4 برضو نفس يعمل يقدر يعمل نفس القصة. فمن الاخر هيفضلوا يبعتوا باكتس لبعضهم. تمام. ده يقول يبعت باكت ديستانس تو نتورك 1، وده يقول هيبعت باكت ديستانس تو نتورك 1، وبرده ار 3 هياخد الباكت بتاعت ار 4 وهيقوم برده ايه مرجعها له مره ثانيه. تمام. فانا عندي هنا هتحصل لوب. واضح كده؟ فطبعا الفي القاعده دي تعتبر كميكانيزم خاص بالاي اي جي ار بي اقدر عن طريقه امنع حدوث لوب في ايه مواقف زي دي. عظيم. ده الايه القصه بتاعت القاعدة بتاعت الايه اللي هي جي ار بي. تمام. تعال نرجع مرة تانية للايه احنا كده يعتبر خلصنا الكونسبتس دي وكذلك الجولدن رول دي بحب اسميها بحب قوي اسميها الجولدن رول the golden rule for a router to set its successor and feasible successor routes. تمام. طيب دي اتكلمنا فيها خلاص واتكلمنا ايه سبب برضو وجود القاعدة دي. تعالوا بقى نتكلم عن الريليشن شيب بتقوم ازاي. بيقول لك يا سيدي وانس ان انت رحت على راوتر 1 وعملت ايه راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك كذا نتورك كذا نتورك كذا وار 2 نفس القصه. قال لك ايه؟ قال لك ان ار 1 بيبعت هلو لار 2 على ديستنيشن اي بي مالتي كاست 224.0.0.10. حلو كده. طيب بيقول لك ار 2 اما بيستلم الهلو من ار 1 تمام، خلي بالك يعني ار 2 بعت هلو
برضو يعني خلي بالك ار1 بعت هلو لار2، وار2 بيقول لك برضو بيبعت هلو لار1. هنا ار1 بعت هلو واستلم هلو من ار2، تمام. هنا على طول بيبداوا الاثنين، وبرضو ار2 استلم هلو من ار1 وبعت برضو هلو. فالحاله دي تحققت لدى ايه؟ لدى الراوترين. يعني ار1 بعت هلو واستلم هلو من ار2، ار2 استلم هلو الاول من ار1 وبعت هلو. هنا يبداوا الاثنين يعملوا ران للدول الجوريزم عشان يكملوا الريليشن شيب، ودي الالجوريزم اللي بيشتغل عليها الايه، الاي اي جي ار بي ده. خلي بالك ده الهلو باكت، خلي بالك الاي جي ار بي هو بيحتوي على 5 انواع من الباكتس. هنا اتكلمنا عن الهلوز، عظيم. بعد كده بيقول لك ار1 اول ما بيرن الديوال الجوريزم بيبعت باكت اسمها ابديت، ابديت الى ار2، حلو. بيقول فيها الار 2 النتوركس المتصله على ايه، على ار 1، تمام. او من الاخر ار 1 بيادفرتايز النتوركس الموجوده عنده في الراوتنج تيبل واللي انا فعلتها داخل نطاق الاي اي جي ار بي الى ايه، ار 2. ده الرساله، ده الباكت بتاعت الابديت. برضو ار 2 هيبعت نفس الايه، الابديت، برضو ابديت من عنده الى ايه، ار 1. فمن الاخر ار 1 بيعرف النتوركس اللي عنده او اللي يعرفها الى ار 2، ونفس القصه ار 2 بيعرف النتوركس اللي عنده الى ايه، ار 1. هنا خلي بالك ان ار 1 هيبعت ابديت الى ايه، ار 2. ار 2 قبل ما يبعت الابديت بتاعته بيبعت لار 1 حاجه اسمها اكنولجمنت. فهنا اتكلمنا عن الابديت، تمام، والاكنولجمنت، عظيم. فار 2 اما يستلم ابديت من ار 1 هيبعت اكنولجمنت لار 1 يقول له انا استلمت الايه، استلمت الابديت بتاعتك يا ار 1، حلو. وار 2 هيبعت ابديت بتاعته لار 1، فار 1 برضه هيرد بايه، هيرد باكنولجمنت على ايه، على ار 2. هنا فاضل الكويري والريبلاي. ايه الكويري والريبلاي؟ قال لك ان في حاله ار 1 كان بيروح لنتورك، لشبكه، وفقد المسار بتاعه او الراوت بتاعه للشبكه دي في حاله اكتف، يعني هو دلوقتي مش عارف مسار محدد يروح عن طريقه الى الشبكه اللي عاي اللي هو اللي هو ايه مأيدها عنده. فار 1 هيروح بمنتهى البساطه يسأل ار 2 هل انت تعرف شبكه واحد، هل موجوده عندك؟ فدي كويري، عظيم كده. يعني هو بيسأل ار 2 هل تعرف شبكه واحد، هل موجوده عندك؟ دي كويري، عظيم، تمام. ار 2 قبل اما يستلم الكويري بيبعت اكنولجمنت الى ار 1 يقول له انا استلمت الكويري، وبعد كده ار 2 يبعت الريبلاي يقول له ويذر الريبلاي دي هل الراوت ده موجود فعلا او غير موجود، ده الريبلاي. فما ار 1 يستلم الريبلاي، تمام كده، يبعت اكنولجمنت الى مين، الى ار 2 ان انا فعلا استلمت الريبلاي. فنعيد او نلخص القصه مره ثانيه، ار 1 بيبعت هلو لار 2 ويستلم هلو من ار 2، ونفس القصه عند ار 2 كده يبداوا يرن، يعملوا رن للايه، للديوال الجوريثم بتاع الاي اي جي بي. ثم بعد ذلك ار 1 يبعت ابديت الى ار 2، ار 2 يبعت اكنولجمنت لار 1، وبعد كده يبعت الابديت بتاعته الى ار 1. وبعد كده الكويري والريبلاي قال لك في حاله ان ار 1 كان مثلا عارف شبكه عن طريق مين، ار 3 شبكه واحد دي مثلا، وفقد الاتصال بار 3 فبالتالي فقد التواصل مع نتورك 1، فهيروح يسأل ار 2 هل نتورك 1 دي انت عندك معلومات عنها، هل انت متصل بيها سواء مباشرة او بطريقة غير مباشرة. ده كويري. ار 2 لما يستلم الكويري هيبعت اكنولجمنت لار 1 وبعد كده هيبعت له ريبلاي. ار 1 لما يستلم الريبلاي هيبعت اكنولجمنت لار 2 يقول له ار 2 انا استلمت الريبلاي بتاعتك فعلا. هنا في سؤال اخير ممكن تقول لي يا باشمهندس يعني هو الاي اي جي ار بي تي سي بي؟ هقول لك لا، الاي اي جي ار بي لاير 4 بروتوكول، لان يعني بعض الناس بتقول له هي لاير 3، لا هو لاير 4 بروتوكول قائم بحد ذاته وعنده اكنولجمنت ميكانيزمز، يعني بيحقق برضو الكونكشن فول او زي كده ما يسمى الاورينتد كونكشن كوميونيكيشن، نظام كامل كده ليه موازي للتي سي بي، لكنه لا يعمل تحت وطأة التي سي بي. ده الايه، الباكتس بتاعت الاي اي جي ار بي. فمن الاخر الاكنولجمنت بيترد بيها على اي باكت بس فيما عدا الهلو، يعني ار 2 لو استلم اي باكت من ار 1 يبعت اكنولجمنت ما عدا الباكت اللي جايه لار 2 من ار 1 كانت هلو، ار 2 ما يبعتش ايه، ما يبعتش عليها اكنولجمنت، عظيم. في ملحوظه برضو احب ايه اوضحها لكم، دي يعني ايه الناس اللي هتذاكر بعمق قوي ممكن ايه تسالني فيها. خلي بالكم ان ار 1 اما يجي يبعت الابديت لاول مره لار 2 بيبعتها على جزئين، يعني ابديت ابديت، يعني ابديت وبعد كده ار 2 يرد باكنولجمنت، كابديت ار 2 يرد باكنولجمنت. ايه الابديت الاولانيه وايه الابديت الثانيه؟ نفس القصه اللي هتحصل عند ار 1 عند ار 2. ار 1 في الابديت هيقول لار 2 انا متصل، انا متسطب عندي اي اي جي ار بي
والاي جي ار بي مثلا سبورت متسطب على اي او اس مثلا فيرجن كام، وكذلك انا موجود في اوتونوم سيستم كام. الاوتونوم سيستم في الاي جي ار بي يوازي الاريا في الاو اس بي اف، تمام، عشان يكون الراوترين دول يقدروا يكونوا مع بعض، اقدر اعمل ما بينهم فول كونكشن اوفر اي اي جي ار بي، لازم يكونوا في نفس الاوتونوم سيستم اللي هو الاي اس. عظيم، تمام. طب لو كانوا في اوتونوم سيستم مختلفه، لازم اعمل ما بينهم ريديستربيوشن. يعني الريديستربيوشن ده لو انا مثلا عندي شويه راوترات ايه معمول مكانها ريب ومتصل عن طريق راوتر على او اس بي اف مثلا، وعندي نت شويه راوترات على الناحيه الثانيه على الناحيه اليمين او اس بي اف، انا عشان اخلي الراوترات الاو اس بي اف تقرا مع الريب، احنا تقريبا دي عملناها في الاو اس بي اف، تقريبا عملناها الريديستربيوشن دي. يعني الريديستربيوشن بيخلي الراوترات اللي موجوده في متسطب عليها دايناميك راوتنج بروتوكول معين تقرا النتوركس على الناحيه الثانيه على راوترات متسطب عليها دايناميك راوتنج بروتوكول مختلف، ده الريديستريبيوشن. فلو انا وصلت اوتونوم سيستم باوتونوم سيستم اي جي ار بي مختلف، يعني لازم اعمل برضه ريديستريبيوشن. فهنا ابديت 1 ار 1 بيقول لي ايه لار 2 انا في اوتونوم سيستم كام. ثم بعد ذلك برضه ار 2 يبعت اكنولجمنت لار 1 ويبعت له برضه ابديت 1 من ناحيه ار 2. فهنا ار 1 وار 2 اتاكدوا ان هم في نفس الايه الايه الاوتونوم سيستم، وبالتالي يبعتوا الابديت اللي هو نمبر 2 لبعضهم بقى مستريح. خدتوا بالكم؟ تمام. فدي الايه ملحوظه مهمه جدا لازم ايه نكون عارفينها، ده بخصوص الايه التايبس اوف الايه الابديت. طيب كلام جميل. المتريك، المتريك بتاع الاي جي ار بي بيقول لك عشان الراوتر مثلا راوتر 1، بصوا يا شباب حسبه بسيطه، ادي راوتر 1 متصل براوتر 2، حلو، متصل براوتر 3 ومتصل براوتر 4 ثم راوتر 4 متصل بنتورك 1. عظيم. طيب ايه المتريك او الفيزابل ديستانس من راوتر 1 الى ار 4؟ قال لك لازم يكون متواجد لدى ار 1 الباندوتس، يعني لازم يكون متواجد لديه الباندوتس، والباندوتس بتحسب من قيمه الباندوتس المتأيده عند البورت بتاع الراوتر، تمام. يعني مثلا ار 1 انا عندي البورت ده هفترض ان هو مثلا سيريال، اوكي. تعالوا نفترضها ايه، بصوا تعالوا نفترضها حاجه ايه، يعني مثلا هفترض ان هو سيريال ومساحته او الباندوتس بتاعته 10، هو ال 10 ده المفترض في الايثرنت بس هفترض ان هو 10، تمام. فهنا مثلا 10، اوكي، وهنا هفترض ان ده 100 ميجا بت بير سكند، خلي بالك، اوكي. وده مثلا هفترض ان هو ده ايه 1000، ودي برضو هفترض ان هي ايه ان هي مثلا 100 مثلا، حلو. فده ايه، طيب كل انترفيس بيكون لديه الباندوتس، يعني اي انترفيس على راوتر، اي انترفيس لازم يكون متواجد لديه عنصرين اساسيين، الباندوتس بتاعت الانترفيس، وده ستاتيكلي ستاتيكلي كونفيجرد، يعني انت ممكن انت اللي تغيرها، حلو. وكذلك الديلي، قيمة الديلي، ودي بتتحسب على الاي او اس بتاعت سيسكو بالمايكرو سكند. عظيم. فانا هفترض ان الانترفيس دي الديلي بتاعتها 1000، ودي 1000 برضو، ودي مثلا 2000، حلو، وده مثلا ال 100 دي مثلا هفترض ان هي 1000. عظيم، حلو. تعالوا بقى نشوف ايه هو المترك، المترك بتاع الاي جي ار بي. يعني انا بص انا بظبط لك الايه الخريطه الاول اللي بناء عليها هندرس المتريك ونحسب المتريك عن طريقها، تمام. المتريك بقى بتقول لك ايه يا سيدي، بتقول لك عباره عن K1 في الباندوتس زائد K2 في الباندوتس على 256 ناقص اللود زائد K3 في الديلي في K5 على الريلايبيليتي بلس K4. طيب الباندوتس معروفه، اللود ايه هي، الديلي لسه قايلينها، والريلايبيليتي ايه هي. يعني انت ممكن تسالني عن اللود والريلايبيليتي، اللود هو مقدار الحمل على اللينك، مقدار الحمل على اللينك، تمام. طيب كلام جميل. فاللود قيمته هنا بتتراوح من 1 الى 255، تمام. الريلابيليتي قيمتها بتتراوح، الريلابيليتي دي بتعبر عن مدى استقرار اللينك، وهي بتتراوح من 0 برضه ل 255. الريلابيليتي لو اللينك او الريلابيليتي بتاعت اللينك لو 255 فهو with 100% reliable،
تمام. اما الريلايبيلتي بتاعت اما اللود بتاع اللينك لو 255، فمعنى هذا ان اللود على اللينك 100%، يعني اللينك ده مستهلك او اول عن اخر. اما لو واحد فاللود على اللينك يكاد يكون يقترب من 0%، تمام. طبعا هنا برضه بعض الكتب بتقول لك ان ال 255 كلود على الباندوتس بيسمى اللينك كده، انا اسف، 255 كلود على اللينك بيسمى ان اللينك ساتوريتد جاب اخره يعني، تمام. طيب كلام جميل. ايه هي الكيهات اللي قصادي دي بقى؟ قال لك يا سيدي، تمام، ان الكي 1 دي معامل، الكي اصلا معامل اما يكون 0 او 1، تمام. طيب سيسكو بتحب تبسط الامور، فهو بما ان الكي بيعب بي بي يعني اما يكون 1 او 0، فسيسكو حطيت لك المتريك ان سمبل ايكويشن. ده انا اسف، ان هي ايه السمبل متريك فورم؟ عباره عن اللوست باندوتس بلس اول لينكس ديلي، والديلي عباره عن 200، هو عباره عن الديلي عباره عن تنز اوف مايكرو سكندز في 256، والباندوتس عباره عن ايه؟ عباره عن 10 اس 7 على الباندوتس ان كيلو بت بير سكند. ده تقريبا 10 اس 7 على الباندوتس ان كيلو بت بير سكند في 256، او هي عباره عن 256 في اللوست باندوتس ان كيلو بت بير سكند، ان كيلو بت بير سكند الباندوتس ان كيلو بت بير سكند، اهو الباندوتس ان كيلو بت بير سكند بلس ايه، خلي بالك اللوست باندوتس، يعني مثلا راوتر 1 عنده 1000 هنا 1000 هنا، انا اسف، هنا 10 هنا 100 هنا 1000 هنا 100، فيحط لك في الايكويشن في المتريك 2 نتورك 1 هي ال 10، لان دي ايه؟ اقل باندوتس او اقل لينك او اقل لينك اوف باندوتس، تمام. طيب بلس اول لينكس ديلي، فانا طبعا عندي اللينكس ديلي هنا 1000 1000 2000 1000، فده يعتبر مثلا 2000 و2000 4000 وهنا 5000، تمام. فهو عباره عن 256 في قوس، بقى افتح قوس الباندوتس بلس ايه اول لينكس ديلي، اول لينكس ديلي، تمام. ده حسبة سيسكو في الاي اي جي ار بي. فحطيت لك الكي 2 بزيرو والكي 4 بزيرو والكي 5 بزيرو. اما يكون لو انت بصيت في المعادله الاصليه، لو الكي 2 بزيرو فانا عندي القوس ده كله زيرو، فبقى عندي هو كي 1 اللي هو بواحد، تمام، اهو بقى القوس هيبقى واحد في الباندوتس، تمام، اهو بلس الكي 3 بواحد، يبقى بلس الديلي، صح ولا لا؟ تمام. طيب كلام جميل. زائد في كي 5 على الريلايبيلتي بلس كي 4. طيب كي 5 برضو ايه بزيرو، اوكي. الريلايبيلتي كي 4 برضو تعتبر ايه بزيرو، تمام. فده برضو ايه ههمل الايه القصه دي، اوكي. طيب كلام جميل. اعتقد في حاجه مش واضحه هنا في الايكويشن. يعني انا عندي كي 2 كي 5 لو بزيرو، اوكي، فانا هيبقى عندي الكسر ده كله بزيرو، يعني ده بزيرو هيديني زيرو على probability كقيمة زائد الكي 4 بزيرو، فالمفترض ده هيديني ايه؟ زيرو على اي حاجة بزيرو، فيما عدا طبعا لو المقام بزيرو، زيرو على زيرو غير معرف. اعتقد في حاجة هنا في الايكويشن ممكن اكون بس ايه كتبتها بعدم دقة، بس anyway هو ده هيبقى بزيرو، هيهمل، تمام. anyway مش مشكلة، مش عايزين ايه نحط بس باعتبارنا يعني ايه القصة دي، بس دي المعادلة الأصلية كده كده مش عليك انك تحفظها يعني، تمام. بس السمبل متريك اللي انت مفترض تكون حافظها هي عباره عن 256 في الباند في كيلو بت بير سكند زائد اول لينكس ديلي، والديلي هنا الوحده بتاعته هتكون مايكرو سكند، تمام، هتكون ايه مايكرو سكند. طيب كلام جميل. المايكرو سكند عباره عن 10 اس سالب 6 سكند. طيب كلام جميل. توبولوجي عندي بالشكل ده، حلو. المفترض المتريك هتكون بكام؟ المفترض الايه المتريك هتكون ايه بكام؟ تعالوا نسيبكم من ايه من الخريطه دي، ممكن نعمل لنا هنا على الجي ان اس 3 ده، انا بس عشان احسب الايه الديلي. ممكن احط لي مثلا هنا راوتر، اوكي، راوتر 3 وراوتر 3 هنا وراوتر
راوتر 2 راوتر 3 تمام، وبعدين من راوتر 3 الى راوتر 4 اها، وبعدين من راوتر 4 هوصله ب بي سي او في بي سي هنا. عظيم. هعمل لي شبكة ايه بالشكل ده، وهوصل برضو هنا من راوتر 4 الى راوتر 4 الى وين لينك الى R3، ومن R3 هوصل الى R2، ومن R2 هوصل الى ايه R5 R1 كده الدنيا تبدأ توضح. هحط بقى ايه عناوين الشبكة 10.0.0 او عناوين الوين لينكس سلاش 30 كوبي، بعدين هنا بيست بعدين هنا ممكن ناخد دول كوبي كنترول سي كوبي اور كنترول سي كنترول في يعني 8، و ممكن بقى الشبكة اللي تحت دي اقول مثلا ان هي ايه عبارة عن 192.168.0.24. حلو، شغل الايه الراوترات. ممكن بقى ايه نقفل الكونسول ويندو من هنا عشان نوسع الدنيا شوية معانا. طيب لو انا رحت الى هفتح كده ايه R1 كده كده مفتوح عندي، ده R1 مفتوح عندي. انا بس هعمل ايه شبكة، الشبكة البسيطة اللي قصادي دي انا عشان اقدر احسب لك الديلي بتاعت الايه الياجر بيكا اكسرسايزز يعني تمام. اردي هفتح R2 R3 R4. حلو، هبدأ بايه بR1، هكشف بس الايه الانترفيسز. عظيم. طيب من عند R1 كونف تي راوتر اي اي جي ار بي 1، بس قبل الراوتر او نخش على فصل الثاني 0/0 اي بي اد 10.0.0.1 55 255 255 52 نشط، بعدين راوتر اي اي جي ار بي 1. طبعا بصوا عشان رسائل السوس لوج بتخش مع الاوامر، خش الاول على ايكون 0 لوجن سينكرونس عشان اعزل ما بين السيس لوج مسجز والاوامر اللي انا بكتبها. طيب هخش على راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك حالا في اتجاه الشبكه ل 10.0.0.0.0.0.3 تمام. نو اوتو سامري عشان الغي الاوتو سامرايزيشن، كنفس الحال مع الريب زي ما كنت بعمل في الريب. هخش على ار2 ومن ار2 كونف تي انترفيس فاصل 80 سلاش 1 اي بي 10.0.0.2 بعدين 52 بلوك الرابع نشط، وبعدين 0 سلاش 0 اي بي 10.0.0.5 52 بلوك الرابع ده سلاش 30، ثم راوتر اي اي جي ار بي نتورك 10.0.0.0.0.0.3 ده الوايلد كارد ماسك زي ما خدت طبعا جاب لك اهو نيبر تشينج الديوال على يعني شغل اهو الالجوريزم بتاع الديوال وعمل ريليشن شيب ما بين ار2 وبين ار1. بعد كده 10.0.0.4 بعدين هروح ل R3. انا فاتح اصلا R3، انا فاتح R3. انترفيس رين انترفيس باس ايثرنت 0 اي بي اد 10.0.0.6 52 نشاط، وبعد كده فاس ايثرنت 0 سلاش 1 اي بي اد 10.0.0.9 اها نشاط، وبعد كده راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك 10.0.0.4 0.0.3 وبعدين 10.0.0.8 0.0.0.3، وبعد كده هقفل نو اوتو سامري، وبرده على R2 هعمل نو اوتو سامري، وهروح على R4 بقى برضو انا فاتح R4 انا فاتح R4 من R4 كونف تي انترفيس باس ايثرنت 0 سلاش 1 اي بي اد 10.0.0.10 ده الوان لينك اللي ما بينه وما بين R3، بعد كده 0 سلاش 0 اي بي اد ده اللان لينك بقى 1.1.0 كده نشط. حلو، وبعد كده راوتر اي جي ار بي 1 ممكن اقول له بص نتورك 0.0.0.0 وادوس انتر، وبعد كده نو اوتو سامري. يعني انا كاني قلت له اعلن عن جميع او طلع هلو
وابدا اعمل ريليشن اي اجر بي كونكشن على جميع الانترفيسز اللي واخده اي بي في 4. تمام، فانا روحت هنا ل ار 1 حلو، وجيت قلت شو اي بي الراوت، وانا عايزك توري لي الراوت بتاعت الاي اجر بي. تمام، اي جي ار بي 1، واقول له دوس انتر. انا جايب لي هنا الراوتس اللي عارفها عن طريق اي جي ار بي الاوتونوم سيستم بتاع 1، يقول لك ان انا عارف 192.168.1.0، ده الادمنستريتيف ديستانس بتاع الاي جي ار بي اللي هو 90، ده انترنال اي جي ار بي راوت. اما لو كان ان الشبكه دي ريديستريبيوتد ثرو الاي جي ار بي، هيعتبر ان الشبكه دي اكسترنال اي جي ار بي نتورك او اكسترنال اي جي ار بي راوت، فكان هيدي لك بدل 90 170. anyway بس هنا كاتب لك 35840، 35840 ده قيمه المترك الراوتر 1 بيروح بيها الى مين؟ الى الشبكه اللي هي 1.0. لو جيت كتبت شو اي شو انترفيس فاست ايثرنت 0/0 ورحت قلت له انكلود ديلي، طيب انكلود ديلي، لا طيب ماشي اهو، عشان بصوا يا جماعه الباندوتس ان كيلو بت بير سكند، تمام، بتاعت الايه بتاعت فاست ايثرنت 0/0 هي كام هنا؟ 100000 كيلو بت، يعني كام؟ يعني عباره عن 100 ميجا بت. والديلي هنا ايه؟ 100 هنا يو سك، يعني ايه؟ يعني مايكرو سكند. عظيم، حلو. انا ممكن اعدل القيمه بتاعت الايه المايكرو سكند دي، يعني القيمه بتاعت الديلي دي انا ممكن اعدلها تحت كل انترفيس، ممكن اعدل الباندويتس برضه. بس تعالوا نحسب حاجه، المترك هنا المفترض تكون كام؟ قال لك خد كل انترفيس، يعني انا عندي ده انترفيس بيروح بي ار 1 الى ايه الشبكه في اتجاه الايه الشبكه، وده برضو انترفيس في اتجاه الشبكه، لكن الانترفيس ده مثلا مش في اتجاه الشبكه صح؟ وبرضو الانترفيس ده في اتجاه الشبكه، وده برضو ايه في اتجاه الشبكه، كلهم ميات لو كلهم فاست ايثرنت، فالباندوتس ايه متطابقه، قيمه الباندوتس متطابقه. فانا المفترض هقول 256 في، ها المفترض بيقول لك هنا كام، هنا بيقول لك هنا يا سيدي 10 مليون، يعني تقريبا 10 اس 7 صح ولا لا؟ اعتقد يعني 10 اس 7 على الباندوتس ان كيلو بت بير سكند اللي هي مفترض 100000، المهم مفترض 10 اس 5 زائد اول لينكس ديلي. حلو، انا عندي الديلي هنا 100، تعالوا بصوا هنا 100 200 300 400، المفترض كده يعني المفترض 400 حلو، هنا 400. عظيم، هي الحسبه بتاعت المترك هنا، ده من عند ار 1 المفترض يعني. طب فانا لو رحت كده كده جبت كالكوليتر وانا قلت 10 باور اوف 7 باور اوف 7 على 100000، المفترض يديني 100 زائد 400 500 في 256 128 الف. لا طب لو جيت قلت له مثلا 100 زائد 40، هو ده المفترض كام؟ 40 في 256 35840 هي قيمة الايه المترك اللي موجود عندي هنا اهو 35840. هو خلي بالك انا قسمت هنا على ايه، على 10. تمام، المفترض هنا الديلي ان تنز اوف مايكرو سكندز، يعني انا من الاخر لو انا عندي الديلي، خلي بالك يعني اول لينكس ديلي، الديلي هنا مش مايكرو سكند بس، لا هو تنز ان مايكرو سكند. معناها ايه يعني؟ معناها من الاخر ان انا عندي مثلا 100 مايكرو سكند، حلو كده تمام. اما اقول لك الديلي ده انا عايز امثله ان تنز اوف مايكرو سكند، يعني انا هقسم ال 100 دي على ايه؟ على 10، حلو كده تمام. فانا عندي ده 100، يعني هقسمه على 10، يبقى 10 و10 و10 و10، يبقى كده كام؟ 40. 40 زائد اقل باندوتس عندي اللي هي كل الباندوتس اصلا واحده لكل الايه الانترفيسز دي، حلو، اللي هي كام؟ 100000 كيلو بت تمام بير سكند، فهيبقى 256 في قوس 210 اس 7 على 10 اس 5، 10 اس 7 اللي هي حسب الايكويشن بتاعتي اهو، فين الايكويشن؟ اهي الايكويشن، او ماي جاد فين؟ 10 اس 7 على باندوتس كيلو بت بير سكند. تمام، عظيم، فانا عندي اهو 10 اس 7 على كام؟ على 10 اس 5 اللي هي 100000 في 256
زائد 256 في الديلي المايكرو سكند. يعني انا ممكن اخد ال 256 عامل مشترك واقول اللي هي 10 اس 7 على 100000 زائد 40، ده هيديني كام؟ هيديني 35840، وده يعتبر قيمه المتريك من ار 1 الى الديستنيشن نتورك. تمام. طب افرض انا رحت خليت مثلا ار 4، رحت على ار 4، رحت جيت بصوا انا ممكن اروح على ار 4 واقول له انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 اللي رايح من ار 4 على الشبكه، رحت قلت باندوتس، بصوا بقى اهو باندوتس، هخلي باندوتس، بص الباندوتس هنا هتتكتب بالكيلو بت، حلو، فانا هقول له الباندوتس هخليها يا سيدي 10000 كيلو بت، والديلي هكتبه 10 مايكرو سكند، هكتبه 10، لا هكتبه 2. تمام. يعني مفترض الديلي هنا هيتكتب كام؟ ده خلي بالك الديلي اللي انا بكتبه هنا 10 اوف مايكرو سكند. تمام. فالاثنين دي هتتضرب في ال10 هتديني بالمايكرو سكند. حلو. ولو جيت رحت شو دو شو انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0، الديلي هنا مفترض تضرب في 10 يدينا 20 مايكرو سكند، والباندوتس هنا 10000 ايه كيلو بت. تقدر تقول لي الديلي هنا هيبقى قيمته كام؟ بسيطه زي ما كان 256، صح؟ في ايه؟ قلت لك في 10 اس 7 على اقل باندوتس كيلو بت بير سكند. فين اقل باندوتس؟ اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الفصل تنزيل لزيرو رايح من ايه؟ من ار 4 الى ايه؟ الشبكه الداخليه. فالمفترض هيبقى 10 اس 7 على ايه؟ على 10 اس 4. 10 اس 4 دي بيعتبر 10000 زائد اول لينكس ديلي 10 زائد 10 زائد 10 اللي هي بص اهو 10 زائد 10 زائد 10 زائد كام؟ زائد 2، صح ولا لا؟ زائد 2. تمام. طيب 10 اس 7 على 10 اس يعني عباره عن 256 في كام بقى؟ 10 اس 7 على 10 اس 4 يعني 10 اس 3 يعني 1000. 1000 زائد 30 32، صح؟ يعني عباره عن 256 في 1032. 256 في 1032 هتديني كام؟ 264 192. فالمفترض قيمه المتريك هتتغير عند R1 هتبقى للشبكه اللي هي 1.0 هتبقى كام؟ 264192. لو جيت قلت له شو اي بي راوت اي اي جي ار بي 1، ها 264192، صح ولا لا؟ تمام. فده انا عايزك تفهم الكونسبتس والقصه دي، القصه بتاعت حسبه الديلي، انا اسف حسبه المتريك تبع لسيسكو بالايكويشن السيمبل. تمام. سيبك من اللي فوق دي، اللي فوق دي مشكله يعني. اوكي تمام. في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن الفيتشرز الأساسية اللي بتميز الـ EIGRP، لو مثلا بيسبورت السمرايزيشن، يعتبر هايبريد راوتنج بروتوكول، وشرحنا ليه هو هايبريد، وكذلك اللي هو بيشتغل على الديوال الجوريزم، وكذلك شرحنا التيبلز بتاعت الـ EIGRP، النيبور تيبل، الراوتنج تيبل، التوبولوجي تيبل، وكذلك الكونسبتس، اتكلمنا ايه هو الفيزيبل ديستانس، الادفرتايز ديستانس، السكسسور، الفيزيبل سكسسور، الباسيف راوت والاكتيف راوت، وكذلك اتكلمنا عن ازاي تو راوترز ان اي اي جي ار بي اوتونوم سيستم او ان ذا سيم اي اي جي ار بي اوتونوم سيستم ازاي بيقوموا ريليشن شيب ما بينهم، وكذلك اتكلمنا عن الاي اي جي ار بي متريك كالكوليشن فورمولا. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.